التنوع مطلوب بالنسبة للكاتب، يعني أحياناً في كتاب بتتخصص في حاجة معينة، يعني بنبقى عارفين طبعاً بيبقوا كتاب ناجحين جداً وده طبعاً ما يعيبهمش برضو، لأنه بيكون عندهم جمهورهم أو قراءهم، أنه بيكون في كاتب معين معروف الخيط اللي بيمشي فيه، معروف شكل الروايات اللي بيكتبها، صحيح، معروف شكل النسيج اللي بيعمله في صحيح الاخر، او المنتج اللي بيطلعه في الاخر للقارئ. واحيانا في كتاب ما تتوقعش هو هيكتب ايه، يعني ما تبقاش عارف، وممكن يبقى كاتب حاجه ثانيه تبص تلاقيه كاتب. حضرتك اعتقد بتميل للتنوع اكتر زي ما قلنا، ومتهيالي ان ده النوع الاصعب. هو انا يعني انا بميل فعلا للتنوع، واميل لمساله ان ما حدش عارف اللي جاي، يعني القصه اللي اقراها دي في القصه حتى في السيناريو وفي القصه تحديدا، اللي هو اقرا المجموع او القصه مثلا ما يعرفش اللي بعدها جاي ايه، ما يقدرش يتوقع اللي جاي. انا شخصيا يمكن من هواه التنوع ومن هواه الفرجه ومن هواه القرايه في مجالات كتير متعدده، واحب كمان لما اكتب اكتب كده، اكتب ان هو ما حدش يبقى عارف، ما حدش يبقى متوقع قوي ايه اللي هيحصل، والا تحس انك ممكن تكون بتكرر نفسك بالزبط مثلا بالزبط. ده الاحساس اللي بيجي لك ككاتب حتى في الصحافه. انا كنت حتى وانا شغال في الصحافه طول الوقت بحب اعمل مثلا المقال او التحليل اللي بعمله ما يبقاش اللي بعديه متوقع تماما، لازم ده شكل من اشكال كمان التحدي لنفسي انا شخصيا، وبيديني مساحه اكتر ان انا اتحدى قدراتي واشوف انا هل انا بقى وقفت عند المرحله دي وخلاص، ولا لا ممكن اقدر اجرب في اماكن ثانيه. ده لا يمنع طبعا ان اللي بيتخصص بيبقى هو عنده القدره والملكه ان هو يبقى يقدر يتخصص في النوعيه دي من الكتابه. هو مش بس تخصص كمان استاذ محمد، هو احيانا الواحد بيلاقي نفسه في حته، يعني ممكن انت ككاتب تلاقي نفسك في حته، يمكن ناس تشوفها تكرار، يمكن ناس تشوفها نمطيه، ولكن احيانا ممكن يكون تميز في المنطقه دي. صحيح. لكن هو التنوع لا يعني انك انت ما يبقاش ليك يعني اسلوب يعني اسلوب الناس تقراه تعرف ان ده قصه لفلان، بس ده طبعا بيجي بقى بالتراكم، يعني اي حد بيقرا نجيب محفوظ رغم ان كل اعماله متنوعه طبعا، بس هو عارف ان اللي بيقراه ده نجيب محفوظ، هو هو عنده سمه مميزه، طريقه اسلوبه واضحه ومميزه. كتير من الكتاب كده على مستوى مصر ومستوى العالم، يعني يبقى ليهم سمه مميزه في اسلوبهم. يعني انا طبعا عشان دي لسه اول مجموعه قصصيه، يعني ما اقدرش ادعي ان انا عندي اسلوب، بس هو واضح من الكتابات لو بنتكلم عن مقالات او المسلسلات او كده، يعني التنوع واضح. التنوع واضح مش بس عن المجموعه القصصيه، احنا لسه طبعا هنتطرق لمواضيع تانية والحاجات تانية، بس اعتقد انه الكاتب المتنوع بيبان لانه بيبقى عنده ده وده 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 وده، وبيبقى باين من اشكال الكتابه. صحيح. وانا بصراحه يعني برجع الفضل دايما للصحافه، لان الصحافه هي اللي علمتني مساله ان ابقى متنوع. انا اشتغلت صحافه سنوات طويله، فطول الوقت كان عيني بتلقط الحاجه اللي هي لافته بغض النظر هي من ضمن اهتماماتي ولا لا، فطول الوقت عندي مساله التنوع انا يعني خدتها من الصحافه. والصحافه بتدي مساحه فعلا لاي كاتب ان هو طول الوقت ذهنه شغال، طول الوقت عينه بتلقط الاشياء، طول الوقت عنده ومطلع وعنده ثراء ثقافي بشكل كبير جدا. ولازم يكون اختلط بحاجات كتيره جدا عشان يقدر يطلع النوع ده من الكتابات المتنوعه، وطبعا ده غير الاعمال اللي لسه هنتكلم عنها.